أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على التقرير الخارجية الأمريكية للعام 2017 بشأن الإرهاب ونشاط تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن. قالت الخارجية الأمريكية أن تنظيمي القاعدة وداعش يستغلان الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي للتوسع. أضافت في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب في 2017 أن نفوذ تنظيم القاعدة زاد منذ بداية الحرب في اليمن. قالت إن الحكومة اليمنية تعاونت مع الحكومة الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال بسبب العنف وعدم الاستقرار. وأشار التقرير إلى استهداف واشنطن للعديد من القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة والتقليل من تحركاتهم في اليمن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: حول إشارة تقرير الخارجية الأمريكية إلى توسع تنظيم القاعدة في اليمن، هل هذه الإشارة تمهيد لمعركة قادمة؟ وكيف تفهم الإشارة من قبل الحكومة اليمنية باعتبارها غير قادرة على التصدي للإرهاب بسبب حربها مع الميليشيا، في حين أن التقرير لم يتطرق إلى الانقلابين بأي إشارة سلبية، وهم كما يرى الكثير سبب العنف وانتشار وتوسع التنظيم. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش. في اليمن حرب مشتعلة بين الميليشيا والشرعية وأخرى تتوهج تحت الرماد. ربما هذا ما أراد تقرير الخارجية الأمريكية قوله حينما أوضح إن تنظيمي القاعدة وداعش يستغلان الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي للتوسع. الخارجية الأمريكية قالت في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب في العام 2017 إن نفوذ تنظيم القاعدة زاد منذ بداية الحرب في اليمن، وإن الحكومة اليمنية تعاونت مع الحكومة الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال بسبب العنف وعدم الاستقرار. وأشار التقرير إلى استهداف واشنطن للعديد من القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة والتقليل من تحركاتهم في اليمن. الواضح إذن أن حرب الانقلاب في اليمن ليست المعركة الوحيدة، فهناك مؤشرات لمعارك أخرى قد تندلع في الوقت الذي تقرره القوى الدولية المتحكمة في هذا الملف، تحركه حيث تشاء ومتى تشاء لتحقيق أهداف ومصالح خاصة. أبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة الباحث السياسي ماجد المذحجي. أهلا بك أستاذ ماجد. بداية، كيف تقرأ ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، وما المهم بالنسبة إليك في هذا التقرير؟ يعني التقرير الأخير اللي أنا كان الصوت شوية مش واضح معك، ممكن تعيد السؤال؟ ألو أستاذ ماجد، سؤالي لك عن قراءتك لما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية الأخير هذا. تسمعني؟ اي مسار في الاخير، اي مسار، ايوه اسمعك مسار، اي مسار نقاش دولي فيما يخص تعقيدات الوضع في اليمن بما فيها التقرير الاخير للخارجيه الامريكيه، وفي الاخير يصب في هذا الجوهر الواسع من الاهتمامات الدوليه، تعقيدات الوضع في اليمن بما فيها مسائل التهريب، وضع العمله، علاقه الحوثيين، الجماعات المتطرفه، داعش والقاعده. هذه مناطق اهتمام المجتمع الدولي، وهي مناطق في تقاطعها مع مصالح الحكومه الشرعيه او في ابتعاد عنها، هي تعكس في الاخير اجنده المجتمع الدولي، اولوياته السياسيه، اولوياته الامنيه والاقتصاديه، وهي بشكل اساسي هي المحرك الفعلي لما يريده في اليمن. هذا التقرير هو احد المؤشرات على مناطق اهتمام الحكومه الامريكيه فيما يخص الحدث اليمني الحالي. تفضل. طيب، يشير إلى مناطق وأولويات الاهتمام الأمريكي في الملف اليمني. طيب، ما الذي يفهم من هذه الإشارات من قبل الجانب الأمريكي، والتركيز تحديدا مثلا نقطة عدم قدرة الحكومة اليمنية على إنفاذ التدابير المتعلقة بالإرهاب لعدم الاستقرار مثلا؟ طبعا هذا جزء، يعني دعنا أقول لك بوضوح، عدم قدرة الحكومة اليمنية هي أفصح عن السلوك الأمريكي تجاه اليمن، بدءا حتى من موضوع التأشيرات وعدم قدرة اليمن، عدم منح اليمن للتأشيرات فيما يخص
اقراء بالبان ومنع اليمنيين من الصوت. فشايف لماذا منع اليمنيين؟ لانه لا تتوفر الحكومه اليمنيه على القدره على منح اعطاء معلوماتي لكل شخص يمني ذهب الى الولايات المتحده، بالتالي قدره الحكومه اليمنيه اساسا على جمع المعلومات واتخاذ تدابير تنفيذيه بالطابع مباشر فيما يخص مكافحه الارهاب ورد المجموعه المتطرفه هي في اضعف حالاتها. فبالتالي كل مستويات اساسا وصول الحكومه اليمنيه للمعلومه وللقرار والتحرك في ظل سياسه منتظمه في الحرب على الارهاب هي في اضعف حالاتها. هذا جعل التقدير الرسمي الامريكي تحديدا منخفض للغايه. التقرير افصح عن هذا، لكن السياسات والاجراءات التنفيذيه الامريكيه اساسا فيما يخص هذا الموضوع هي لطالما يعني افصحت عنه سابقا قبل صدور التقرير بما فيها وضع اليمنيين وقدرتهم على دخول الولايات المتحده، عدم وجود اي خلفيه امنيه او معلومات فيها عن اليمنيين وعلاقتهم بالمجموعات الارهابيه من عدمه في حال تقدمهم بالفيزا بسبب ضعف اداء الجهاز الرسمي اليمني. تفضل. طيب ساعد لك استاذ ماجد في سؤال، لكن نشرك معنا بالنقاش الخبير في الجماعات الارهابيه سعيد الجمحي. اهلا بك استاذ سعيد. اهلا وسهلا استاذ سعيد. بدايه قراءتك لما جاء في هذا التقرير، وما الذي تعنيه اشاره التقرير الى ان تنظيمي القاعده وداعش استغلا الوضع في المزيد من التوسع والانتشار؟ الواقع ان طيب اعود للاستاذ ماجد من القاهره. استاذ ماجد، في التقرير هناك عدم اشاره ربما للانقلابيين من قبل الخارجيه الامريكيه، ما الذي يعني هذا؟ وهم كما يرى الكثير هم ربما السبب الرئيسي في حاله الفراغ الامني والسياسي الحاصل والتي اتاحت المجال لهذه التنظيمات للمزيد من التوسع. هذه دحين هو ليس منطقه اهتمام التقرير وفي الاخير الدفاع عن شرعيه الحكومه. منطقة هذا ليس أولوية الحول يعني فيما يخص تحديدا موضوع الإرهاب. هذا التقرير لا يتحدث عن المقدمات، يتحدث عن الوقائع والخلف والنتائج الحالية. مسؤولية الحوثيين أو مسؤولية الحكومة أو مسؤولية الشيطان مش معني التقرير هنا، هو معني تحديدا بوصف حال مجموعات داعش والقاعدة الآن في اليمن ومدى استفادتها من الأوضاع. طبعا يمكن الجدل طويلا في انه اوكي الحكومه ضعيفه اساسا بسبب الانقلاب، وهذا صحيح. يمكن القول ان المجموعات المتطرفه في القاعده هي استفادت من البعد الطائفي للمعركه الذي اشاعه الحوثيين، وهذا صحيح. لكن عاده الاوروبيين والامريكيين لا يتعاملوا مع المقدمات، يتعاملوا تحديدا مع النتائج، وهذه مشكله حقيقيه هي تصبح اولا عن قدرتنا على تزويد المعلومات او النقاش او اعاده ترتيب سلم الاولويات انه كيف يمكن ان تحارب الارهاب وانت اساسا لديك محققين للارهاب هو البعد الطائفي الذي ينتج الحوثيين. يعني فبالتالي هذا التقرير لا يذهب باتجاه هذه النقاط، يذهب باتجاه المعلومات والحيثيه الراهنه بما هي من مؤشرات مقلقه بالنسبه للامن القومي الامريكي او الامن الدولي، الامن في العالم ضد الارهاب. هذه مشكلتنا الان، وهذه طبيعه اجنده التقارير الدوليه وكيفيه نظرتي وتفاعلي تحديدا مع الحرب في اليمن ونتائجها. تفضل. طيب استاذ ماجد سؤال اخير، الان ربما هناك اشاره للتعاون مع الحكومه الشرعيه من قبل الامريكان فيما يخص الارهاب، في ظل الوضع الحاصل الان وربما سيطره الحوثيين على مناطق والحكومه الشرعيه على مناطق، هل تعتقد ان هناك تعاون ما بين الحوثيين والامريكان فيما يخص مكافحه الارهاب؟ هناك تنسيق وتزويد بالمعلومات؟ شوف الذي لدي من معلومات في هذا الصدد، انا سمعت ذلك في الولايات المتحده في احد الزيارات الاخيره لمطنطناك. لا زالت الخليه الامنيه اذا صح الوصف في صنعاء التي هي في الامن القومي هي نشطه، ما زالت نشطه. وفي سلسله تغذي المعلومات بين صنعاء وواشنطن لكنها غير معترف فيها رسميا. كيف ذلك؟ يعني الامريكيين لا يستطيعون الاعتماد على اي مصادر معلومات قادمه من مناطق سيطره الحوثيين باعتبارهم في هذه الشرعيه، فبالتالي مهما اتت من معلومات هي يتم الاستفاده منها كمعلومات، لكن لا يتم اتخاذ اجراءات من الطابع السياسي رسمي من قبل الولايات المتحده اعتمادا عليها. يمكن تغذيتها، فبالتالي دوره علاقه المجموعه الامن او المناطق التي دوره المعلومات التي قادمه من مناطق سيطره الحوثيين
باتجاه الولايات المتحدة، هي لم تقطع كليا ضعيفة لكنها لا زالت قائمة. الولايات المتحدة لديها مشكلة في التعامل مع هذه المعلومات بالمعنى القانوني ليس بالمعنى توصيل المعلومات، فبالتالي لا يمكن أبدا القول أن هذا الخيط قطع بين الطرفين. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي ماجد المدحجي، كنت معنا من القاهرة. وأرحب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا أخ سامي، كيف حالك؟ أستاذ عبد الناصر، نناقش في هذه الحلقة التقرير الأخير للخارجية الأمريكية للعام 2017 بشأن الإرهاب ونشاط تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن. بداية قراءتك لما جاء في هذا التقرير. أي هذا تقرير نمطي سنوي وليس فيه شيء مفاجئ. ما تم الحديث عن أن هناك تصاعد أو أن القاعدة وداعش استغلوا حالة الفراغ السياسي والأمني في اليمن وبأنهم في حالة توسع، كل هذه المعلومات معروفة، ويعني لأي كان حالة الفراغ والفوضى وكثرة الناشط الفاعلين في الشأن اليمني وتعدد السلطات داخل اليمن، كل هذه هي بيئة خصبة للمنظمات الإرهابية وأيضا جماعات الجريمة المنظمة، وبالتالي هذا الأمر سيستمر ما دام هناك أكثر من سلطة وأكثر من طرف يدير الشأن اليمني، وحتى تصبح اليمن دولة ذات سلطة مركزية قوية قادرة على أن تبسط سيطرتها على جميع اليمن، عندها يمكن أن ينخفض نشاط هذه الجماعات. ولكن هذه الجماعات هي الآن يعتبر اليمن من أفضل المناطق لاحتضان هذه الجماعات وللتجنيد وللحشد، رغم أنها في الفترة الأخيرة ربما غيرت تكتيكاتها هذه الجماعات إلى حد كبير، بمعنى أنها خففت من نشاطاتها ربما باتفاقات مع بعض الأطراف الفاعلة في اليمن كي لا تحرجها مقابل غض الطرف عن نشاطاتها. ولكن يبدو أن يعني التحليل المنطقي يقول بأن هذه الجماعات توسع نشاطها وأصبحت كبيرة، ولكنها الآن في حالة خفوت، في حالة لا تريد أن تبرز نشاطها، ترى بأن الوضع ملائم لها وأنها لا تريد أن تقوم بأي نشاط حتى لا توجه لها ضربات أو لا تقمع من قبل القوى الفاعلة على الأرض، إضافة إلى الضربات الجوية الأمريكية. هذا كله يشير ويؤكد بأن اليمن أصبحت من أكثر مناطق العالم خطورة على اليمنيين وعلى غير اليمنيين. طيب، هناك إشارة من قبل هذا التقرير لعدم قدرة الحكومة اليمنية على ما أسمته إنفاذ تدابير مجابهة الإرهاب لعدم الاستقرار الموجود الآن، لكن في المقابل هناك عدم إشارة بأي شكل من الأشكال إلى الإنقلابيين الحوثيين، ما الذي يعني ذلك؟ يعني الحوثيين لديهم توجه في محاربة هذه الجماعات، والأمريكان يعتبروا الحركة الحوثية منذ بدأت تتمدد بأنها عامل مساعد في ضعاف الحركة القاعدة والجماعات الإرهابية، وبالتالي من المنطقي والطبيعي بأن لا يوجه للحوثيين كعامل بأنهم عامل يساعد على نمو القاعدة وداعش، لأنه الحوثيين هم في حرب مباشرة مع هذه الجماعات، وحتى الآن تمكن الحوثيين على الأقل ظاهريا في قمع القاعدة وداعش في مناطق سيطرتهم، لم نعد نسمع أو حدوث أي عمليات إرهابية تقوم بها القاعدة وداعش في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا يشير إلى أنهم تمكنوا أمنيا على الأقل من قمع هؤلاء، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة يعتبر إنجاز. الولايات المتحدة
أكثر ما يهمها في الشأن اليمني. لكن ما زالت هناك عمليات تقوم بها طائرات الدرونز الأمريكية تستهدف قيادات من القاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. لا أعتقد، لا، جميع العمليات تقريبا هي تتم في مناطق خارج سيطرة الحوثيين، في مناطق البيضاء التي هي خارج سيطرة الحوثيين أو أبين أو شبوة. لكن حتى الآن حسب علمي لم تقوم الطائرات الأمريكية بأي عمليات في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا يشير كما ذكرت لك بأن الرؤية الأمريكية بأن الحوثيين تمكنوا من قمع أو إنهاء نشاط القاعدة وداعش في مناطق سيطرتهم. وكما ذكرت لك الولايات المتحدة أكثر ما يهمها في الشأن اليمني هو أن يتم إضعاف القاعدة أو إنهاء القاعدة وداعش. تعتبر اليمن بالنسبة لها هي مشكلة أمنية كونها أحد. طيب يظل السؤال أستاذ عبد الناصر، كيف تم القضاء والتخلص من أي نشاط لتنظيم القاعدة وداعش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي؟ بأي عمليات، يعني كيف تم التخلص، بأي أدوات تم التخلص؟ لم نسمع عن أي معركة حصلت، لأن هناك يعني من قبل طرف الحكومة الشرعية من يشير إلى أن تواجد التنظيمات هذه الإرهابية هو صنيعة ربما وطرف موازي ربما للحوثيين. الحوثيين منذ 4 سنوات وهم يعني في بعض المناطق دخلوا في حرب مباشرة، وتحديدا في البيضاء وفي رداع كان هناك معارك مباشرة من قبل أن تندلع الحرب منذ تقريبا أكتوبر 2014، وفي بعض المناطق كما أنهم قاموا باعتقال أعداد كبيرة من من يشبهوا بأنهم قاعدة أو داعش في صنعاء وفي كثير من المناطق. إضافة إلى أن القبضة الأمنية الحوثية يعني كحركة شمولية لديها قبضة أمنية شديدة مكنتها من أن تنهي أي حاضنة اجتماعية أي حاضنة سياسية. الآن المناطق سيطرة الحوثيين هناك سيطرة مركزية واحدة، لم تعد هناك قوى سياسية يمكن أن تسهل أن تغطي على القاعدة أو غير القاعدة. هناك رقابة صارمة على حركة ودخول الناس، هناك تفتيش أيضا حتى تلفونات الناس، يعني هناك نظام شمولي قمعي يمارسه الحوثي، وبالتالي استطاع نظريا حتى الآن القضاء على القاعدة في منطقة سيطرته. وهذا قلت لك يعطي للحوثيين نقاط لدى جزء من صانعي السياسات في الغرب، يرون بأن الحوثي هي حركة إيجابية في هذه الناحية بأنها قادرة على أن تقمع الحوثي القاعدة وداعش، فيما يرون بأن المناطق ما يسمى سيطرة الشرعية أو غيرها يرون بأنها مناطق رخوة، وبأن هناك أيضا سكوت وهناك ربما مساعدة وربما أحيانا تعاون بين القاعدة وداعش وبين هذه الجهات. هذا ما يقولوه أحيانا في الغرف المغلقة، يوجهون انتقادات مباشرة للحكومة ويقولون بأن هناك أطراف داخل الحكومة متعاونة مع القاعدة ويقاتلوا مع بعض في بعض الجبهات تحديدا في مأرب وفي البيضاء، ولكنهم يعني وجهوا في هذا التقرير يبدو بشكل غير مباشر الانتقاد للحكومة اليمنية والسلطات التي تسيطر على المناطق خارج سيطرة الحوثيين. طيب أستاذ عبد الناصر، البعض من المراقبين رأى في هذه الإشارات الواردة في التقرير أنه ربما قد تكون هناك إشارات تتعلق بمرحلة مختلفة من التعاطي الأمريكي مع ملف الإرهاب في اليمن، أن ربما نكون أمام معركة قادمة مع هذه التنظيمات في ظل هذا التوسع والتزايد المستمر واستيلائها على المزيد من المساحات بسبب عدم الاستقرار، هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني بالطبع أن الولايات المتحدة لو شعرت بأن القاعدة وداعش أصبحت من القوة ومن الكبر إلى الحد الذي يهدد أمنها وما تعتبره تجاوز الخطوط الحمراء، في هذه الحالة ربما تنسق الحكومة الأمريكية بحملة، ولكن طبعا لن تصل هذه الحملة إلى وجود
قوات على الأرض على الأقل ومقاتلة، ربما سيكون هناك مستشارين. لاحظنا أن زيارة رئيس الأركان اليمني ولقائه مع المسؤول العسكري الأمريكي قبل تقريبا عدة أسابيع، ربما كان هناك تنسيق لإعادة تفعيل وإيجاد قوة في عدن أو العنب أو غيرها من المناطق التي تعتبرها أمريكا آمنة بالنسبة لجنودها، لتستعيد التنسيق السابق فيما يتعلق بقتال القاعدة وداعش في اليمن. ولكن كما ذكرت لك لا نتوقع أن تكون هناك عمليات عسكرية وإنزال كما حدث في البيضاء، ما لم يكن هناك عملية كبيرة. لو حدثت عملية كبيرة في أمريكا في هذه الحالة ربما نشهد تغير نوعي، ولكن وفقا للظروف الحالية سيستمر فقط الضربات الجوية وسيزداد التنسيق مع الجانب اليمني الإماراتي السعودي، وربما يزيد الأمريكان من عدد الخبراء في هذا الشأن. ربما أيضا تقوم هذه الأطراف وتحديدا الإمارات ربما تقوم بعمليات لصالح الأمريكان أو بالتنسيق مع الأمريكان لضرب مكامن وجود القاعدة وداعش، لكن لن نشهد تغير نوعي في التواجد الأمريكي أو عمليات أمريكية كبيرة في اليمن. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المدع، كنت معنا من عمان، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا المساء زميل ماهر أبو المجد.